طيب ما يتحطش ليه حضرتك بلان ان ممكن في خلال احنا نقول 5 6 سنين يبقى في بلان محطوط وواضح ان خلال 5 6 سنين ممكن نشوف نادي السكه الحديد بيلعب على مستوى الدوري؟ يعني ده امكانيات حضرتك بتتكلم في امكانيات ماديه، ممكن جدا يكون في سبونسر، ممكن جدا يكون في على سبيل المثال ان ممكن جدا يكون في مسانده حكوميه قطاع السكه الحديد مثلا، ممكن يكون في تجاوب في الجزئيه ديت ان يكون لي فريق كوره. يعني ما فيش فكر خالص ان ممكن في وقت من الاوقات خلال 5 6 سنين درجه ثالثه، خلي بالك يعني انت قريب، انت قدامك درجتين وتبقى في الممتاز مش بعيد، ودول سهل. هو الامل ان معالي الوزير فريق كامل وزيري هو يعني يلقي نظره شويه ويهتم، هو مهتم طبعا بالنادي وان شاء الله يكون في عونه يعني، ولو بص للنادي النادي ده هيبقى ليه شأن تاني خالص ان شاء الله. ان شاء الله يعني هيتغير تماما، هو اتغير دلوقتي الملاعب بقى فيه طفره وتعاملت محلات بره وبتاع، ناقص بقى الكوادر الموجوده والناس الموجوده.